بعد أسابيع من هدوء المعارك في محافظة الجوف، تستمر الحرب بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني في مناطق أخرى. قانية في البيضاء وصرواح التابعة لمحافظة مأرب هي المسارح الجديدة للأعمال العسكرية. بعد ساعات من بدء المعارك في هذه الجبهات، أعلن الجيش الوطني مقتل نحو 80 حوثياً. المركز الإعلامي للجيش ونقلاً عن قائد اللواء 117 مشاة في البيضاء حسين النقح قال إن الجيش كسر هجوماً للميليشيا في منطقتي قانية وصرواح، مخلفاً 80 قتيلاً وعشرات الجرحى، إضافة إلى اغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التابعة للحوثيين. على مقربة من هذا المكان سقط الحوثيون قتلى، يقول أفراد الجيش هذه بطائقهم وهذه أجهزتهم. هذا من بطائقهم. المعارك بين الطرفين لم تكن على الأرض فقط، فقد كان الجو أيضا مسرحا لعمليات عسكرية قصفت خلاله ميليشيا الحوثي مواقع في مدينة مأرب، لكن القصف لم يكن لأهداف عسكرية تابعة للجيش، فالهجوم الصاروخي شنته ميليشيا الحوثي على حي الروضة في مدينة مأرب، وقد أسقط جرحى مدنيين كما أدى إلى تضرر بعض المنازل. هذا القصف جاء بعد ساعات قليلة من هجوم صاروخي آخر استهدف حي الزراعة في المدينة ذاتها، وأسفر عن إصابة 5 مدنيين بينهم امرأة، تفيد المعلومات بأن حالتها خطرة. الحرب سجال بين الطرفين، خسارة هنا وتقدم في جبهة أخرى، والمعركة مستمرة ما بقي هذا الجندي في مكانه وما بقيت هذه الرصاصة في مكمنها.